يعني سعيد جدا جدا بالمقابله مع البشمهندس محمود. الله يكرمك. لان انا في لقاء شهير بتاع حضرتك مع الدكتور ايهاب مسلم. استاذنا طبعا. وانت قلت له انا من ساعه لما عرفت حضرتك وانا بقيت زي الدوده على صفحتك يعني بتغذى على فيديوهاتك. انا شخصيا برضو زي الدوده على صفحه حضرتك لان انا طبعا شغال في مجال العقارات الصناعيه اكتر منه تكنيكال صناعه. حضرتك تابع استاذنا في دراسات الجدوى اللي بتخص العقارات الصناعيه، وانا بالتحديد العقارات الصناعيه بحب انا المصانع، وبطبيعه شغلي انا كنت شغال في مجال المصانع لمدة 8 سنوات. كان عندي زي شركة صغيرة اي تي سوليوشن بنقدم خدمات الشبكات وكاميرات المراقبة للمصانع، فبناء على كده عندي خبرة كبيرة بالمصانع، وبناء على كده انا بحب المصنعين جدا وبحب المصانع، وليا قاعدة كبيرة جدا هي اللي خلتني اتجه للشغل في العقار الصناعي واللي بشتغله فعلا بحب. يعني انا يمكن دلوقتي في تايتل ما فيش حد هيطلع يعمل فيديو عن حاجه الا اذا كان بيحبها. انا برضه خدت المعلومه دي من حضرتك فعلا. فانا حتى دلوقتي في الشغل الجديد ممكن اكتر منه مش معندش متخصص قوي في العقارات الصناعيه، ولكن انا قلبي دايما معاها يعني. فانا ده يوم سعيد جدا ليا ان انا بتشرف بحضرتك وان انا اطلع معاك في فيديو، فاهلا وسهلا بك يا باشمهندس محمود. طبعا انا في ناس كتير كانوا منتظرين اللقاء مع حضرتك، وفي اسئله بشكل شخصي حابب اسالها لحضرتك، من ضمنها ناس مصنعين بالفعل. يعني كان اول حاجه حابب ابتدي لحضرتك بيها، هل السوق المصري جاذب للاستثمار الاجنبي في التصنيع؟ يكون جاذب بالحالات اللي احنا قلنا عليها، ان شركه اوريدي بتبيع اصلا منتج في مصر فهي جايه في مصر هنا عشان تقدر توفر تكلفه التصنيع، او يكون حد جاي مصر عشان يستغل مصر كهب للتوزيع، كمركز للتوزيع للدول المجاوره، او حد يكون جاي يستغل مصر من حيث الاتفاقيات التجاريه بتاعتها، او يستغل رخص الارض ورخص تكلفه العماله، لكنه علشان يفكر في رخص الارض ورخص تكلفه العماله لازم يكون جاي ببند من الثلاثه اللي في الاول، وبعدين يستفيد بقى برخص الارض، يكون له سوق اصلا في مصر. ويكون واخد مصر كمركز او واخد مصر كمركز للتوزيع لدول الخليج او لدول افريقيا عموما، يعني مثلا بيصنع في الصين وبتكلفه بالنسبه له النقل من الصين، او على فكره احيانا يكون جاي للماده الخام. يعني مثلا جاي يعمل مصنع الياف زجاجيه ومصر فيها الرمل اللي بتصنع منه الالياف الزجاجيه. هو جاي عشان جاي يعمل مصنع مثلا من حمض فوسفوريك ومصر فيها خام الفوسفات. جاي يعمل بس مصنع، بس ده حالات يعني مش هنقول نادره بس قليله شويه. بتلاقي اجانب جايين عاملين صناعه في مصر هنا على خامه. طيب في سؤال شهير جدا كنت حابب اسال حضرتك فيه بشكل شخصي، هل وقف الاستيراد عائد ايجابي او عائد سلبي على الصناعه في مصر؟ هو حصل مرتين او ثلاث مرات واستفدنا منه، وحصل مره ما استفدناش منه. حصل في 2016 يعني مش وقف استيراد، عقل الاستيراد، فحصل ان المستوردين اتحولوا للصناعه. وحصل تاني في ايام الكورونا، فكان نتيجته ان المستوردين اتحولوا للتصنيع. حصل تالت في 2022 او 2022، لكن ده ما كانش في المره دي بقى ما كانش دافع للتصنيع. ليه؟ لان حصل معاه مشكله في الدولار ان انا استورد بيه بعض الخامات، وحصل معاه مشكله في القوه الشرائيه، الناس بقت خايفه او مش قادره تشتري. فمرتين كان مش عايز اقول وقف الاستيراد، اعاقه الاستيراد، مرتين كانت اعاقه الاستيراد نتيجه لزياده التصنيع المحلي، ومره ما كانش لها تاثير. المره بتاعت 2022 الاخيره ما كانش لها تاثير. ليه ما كانش لها تاثير؟ لان كان صاحبها مشكله في الدولار، فانا كمستورد لا انا عارف استورد المنتج النهائي، ولا انا عارف استورد لو انا هصنع بقى، لا انا عارف استورد الخام ولا المكن، او بستورده بصعوبه يعني. وزائد ان في مره 2022 كان يصاحبه ضعف في القوه الشرائيه، ضعف القوة الشرائية، يعني الناس بدأ حالة السوق نفسه، السوق نفسه بدأ يطلب أقل. نعم. ففي الحالة في المرة دي ما يعني أنا كنت في 2016 قلت ده أكيد ما حدش، خلاص بقى الدنيا قفل، اكتشفت إن التصنيع بيزيد. أيام الكورونا قلت خلاص إحنا رحنا في داهية، لقيت التصنيع بيزيد. فلما جت في 2022 وحصلت مشاكل الدولار قلت ده التصنيع هيزيد، ما زادش. في 2022 مرة 2022 ما زادش. هو بالفعل لحد دلوقتي احنا مازلنا. الميزه من وقف الاستيراد هو التصنيع شغال بس بنفس القوه، يعني افضل سايب الماده الخام علشان اسيب باب للتصنيع. صحيح صحيح. لكن انا لو قفلت المنتج النهائي وقفلت انت الماده الخام، انت منعت اللي بيستورد، انا ما استفدتش، ومنعت اللي بيستورد الخام، فما استفدتش. انا كواحد عايز يصنع افتح لي باب، اديني دولار استورد بيه الخام. نعم. وانا اصنع لك منتج محلي، وبالدليل اديني دولار اقل. يعني بمعنى ايه؟ الخام اللي بيجي ب 1000 دولار
انا اسف المنتج اللي بيجي ب $1,000 ادي له $500 اجيب الخامات بتاعته. نعم. فانا بقيت واخد منه 500 مش 1000، فانا حليت لك جزء نص المشكله. هو لا هو لا بيديك لا 1000 ولا 500. بالفعل دي مسببه ازمه كبيره للمصنعين، ما عادش مركز اصلا في الصناعه قد ما هو مركز هيعمل ايه لما المنتج. هو الحل الوحيد دلوقتي هو الحصيله الدولاريه، بيشوفوا مين بيصدر فراوله ولا مين بيصدر برتقال، ومين بيصدر ملابس. نعم. وبيعملوا بقى ايه دوره كده ما بينهم، ان هو اللي بيصدر الفراوله ده بيستورد لك الماده الخام بتاعه مصنعك كده. بيستورد الماده الخام أو يعني مثلا مصنع تحايل مطار. يعني تحايل نعم. فبيستورد لك مثلا الخامه بتاعه البورسلين تمام على اسمه هو وبعدين يديها لك. طيب طبعا ده بيحمل لي 5% و10% زياده، والتحايل ده مش يعني ده برضه بيعمل معوقات للتصنيع. انا مش هفضل افكر هتحايل ازاي قد ما انا عايز افكر هصنع ازاي. صحيح. او هسوق المنتج بتاعي ازاي. انا في ناس جات لي عايزه تصنع منتجات بتتصدر علشان بس يصدرها يجيب بها دولار. يعني جالي واحد هو اصلا بيصنع صناعات هندسيه عايز يعمل محطه تكفيف فراوله، تكفيف مش تجميد. نعم. تكفيف. قلت له يا فندم انا عارف الشركه، يعني هو قال لي احنا شركه اكس. قلت له شركه اكس دي مش انتوا بتوع كذا؟ قال لي كانوا طالبين من الاستشاره زمان يعني. قال لي طب انتوا مالكم؟ قلت له طب انت مالك ومال الفراوله؟ قال لي مش عايز حاجه من الفراوله، انا عايز بس ابيعها حاجه جاهزه، يعني ابيعها علشان يجي لي بها دولار او ماخد الدولار ده اشتري بيه الخام اللي انا شغال بيه في المصنع الهندسي. انا من ضمن المصنعين يعني اصدقائي اللي انا بشرف بصداقتهم انهم دلوقتي بيفتحوا الباب للمكاتب اللي بتصدر، فبيقول له تعالى صدر على البطاقه بتاعتي بتاعت الشركه وهديك 5% يعني من يعني هو بيدفع من جيبه في 5% دي رصيد هتغلي المنتج النهائي. نعم. هي دي المشكله. هو انا دلوقتي انا حليت مشكله وطلعت الدولار بره وجبت المنتج بتاعي، بس جه غلي 5% فاصبح انا المنتج النهائي غلي 5% وكمان وبيغلى بالفعل. يعني احنا الاسعار وده بيعمل ركود ومشكله في الركود التضخمي. طيب بمناسبه ان احنا فتحنا باب المجال الملابس زي ما حضرتك قلت، كان في حد في التعليقات صديق عزيز بيقول لحضرتك ان 80% من مكونات صناعه الملابس بتستورد وهي الغزول، فما مدى صحه الكلام بخصوص الكلام مع المستشار عبد الله في موضوع الملابس؟ في صناعات غزل كتير في مصر، لكن المشكله فين؟ ان جزء كبير منها معتمد على الغزل اللي هو بنسميه الغزل الصناعي اللي هو بيشتغل على البوليستر. نعم. والغزل الصناعي ده الخام بتاعه بيجي منين؟ بيجي من اعاده تدوير البي اي تي، والبي اي تي مش موجود في مصر، فبنضطر نستورد الغزول اللي هي اساسها البوي، ماده البوي اللي بتصنع منها الغزول. نعم. هي المشكله هنا. انا كنت في مصنع غزل في العاشر هنا من فتره وقال لي احنا واقفين مش شغالين. قلت له واقفين ليه؟ قال لي مش عارف استورد الماده الخام البول. الماده الخام اللي بتخش تصنع بقى الخيط في مصر، فالخيط بتصنع في مصر. وانا عندي ممكن تستورد يعني، انا عندي برضو بعض الخبرات شويه في مجال الغزول بالتحديد، فهو في بعض الخيوط بتتصنع في مصر وفي بعضها حصرا واقف على موضوع الاستورد، ولكن الماده الخام اللي هي ماده البوي بروبلين اللي بتدخل في اللي هي بتصنع منها الغزول بالتحديد كلها مستورده، يعني ما تصنعش حتى الان منها محلي، لكن الاقطان بقى في منها محل كتير جدا. هم اللي بيشتغلوا محل هنا بيشتغلوا اعاده تدوير للبي اي تي، اعاده البي اي تي اللي هو الازايز الميه دي بتتكسر. نعم. وتتخرز وتصنع منها الخام اللي هو الفايبر اللي بيعمل الغزل بتاع الخيط. نعم. لكن ده مش كافي، قليل، يعني انت ما عندكش ازايز في مصر تكفي انك، فبتضطر تستورد الخامه نفسها اللي هي البي اي تي او البوليبروبلين. فعشان بس كنا حابين نرد على صديقنا اللي متابع مع حضرتك. طيب بالمناسبه برضو يعني ملحوظه مهمه، احنا في احيان كتير بيبقى عشان تقول تفصيله الموضوع بالكامل هتاخد لها مثلا 5 دقائق، فانا بقوم قايل كلمه اجمالا كده ان الغزل فيه نسبه كبيره منه بنستورده. نعم. نعم. لكن عشان تخش في تفصيلتها، ففي ناس ممكن في التعليقات تلاقي واخد الكلام على ان انك قلت معلومه غلط. لا، واخد حاله فرديه ليه، هو حاله فرديه، مش معلومه مجمله، لكن عشان اخش له في تفصيلتها. يعني انا امبارح قعدت استشاره في شركه 6 ساعات. فعشان تخش في تفصيله حاجه زي كده، احنا انا بقول فايده الاستشاره دي في نص دقيقه. نعم. يعني مثلا الشركه دي كانت بتصنع مكنات، فانا قلت لهم انتوا بتصنعوا مكنات، بطلوا تصنعوا مكنات. طبعا قعدنا 6 ساعات بقى انت عشان تقول له انت غير اتجاه حياتك كله. انما انا بقول ملحوظه نهائيه هنا انك ما تصنعش مكنات. طيب في سؤال انا حابب اساله لك بشكل شخصي، هل الاستثمار الصناعي في مصر هو استثمار قليل المنافسه؟ لا. زي وعلى فكره من ضمن النكت برضو اللي احنا بنسمعها يقول لك ايه، مصر ما فيهاش صناعه. حلو، مصر ما فيهاش صناعه، كويس كده. طيب
تيجي هو نفس الشخص يقول لك انا كنت عايز اصنع دي بس لقيت 50 مصنع بيصنعوه. امال انت منين بتقول مصر ما فيهاش صناعه؟ نعم. يعني من ضمن النكت انت تلاقي واحد بيقول لك زي مثلا ما تيجي تقول لواحد ايه واحده ست مثلا تقول لك ايه لا 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 لا. الستات هم اللي بيصرفوا على البيوت كويس كده. طيب يا ستي الستات بيصرفوا على البيوت. هي نفس الست بقى تيجي تقول لك الرجاله واخدين كل الوظائف. قال لا يبقى الرجاله هم اللي شغالين امال الستات بتصرف على البيوت ازاي؟ فنفس النظريه كده تيجي يجي يقول لك ايه مصر ما فيهاش صناعه. طيب مصر ما فيهاش صناعه يجي بقى يصنع منتج يقول لك رحت اصنعه ولقيت 200 مصنع بيصنعوه. قال امال منين بتقول مصر ما فيهاش صناعه؟ اه يعني كلام متناقض يعني. يعني هي مصر فيها صناعه كبيره جدا لدرجه لما بتخش تصنع منتج بتلاقي منافسين بعدد كبير جدا مش سايبين لك مساحه تشتغل. نعم. ففي صناعه في صناعه كبيره جدا. طيب. في منافسه طبعا طبيعي يكون في منافسه. ممتاز. طيب في ظل الظروف الحاليه في مصر في مشكله في المنافسه بيسموها التشبع. ده موضوع بقى لو وصلت له اه في الحاله دي اقول لك ما تخشش عشان في تشبع مش عشان في منافسه. لما في منافسه خش ونافس انما في تشبع لما تخش تشبع للسوق التشبع للتصنيع خلاص. آه. بقت مصانع كتير جدا لدرجه. نعم. انها بقت بتبيع ممكن بالخساره. نعم نعم. طيب في ظل الظروف الحاليه في مصر هل الحاله عدم ثبات اسعار العمله تسمح بانشاء مشاريع صناعيه جديده؟ هي تضايق طبعا وتعرقل لكن ما تمنعش. لكن تضايق وتعرقل طبعا يعني عدم استقرار العمله ما يعملش ازمه للتصنيع. يعمل ازمه بس مش لدرجه انها توقفك تماما. تمام. او معنى صح لو انت انتظرت انها الازمه تتحل مش هتوصل لحاجه. طيب لو عندك فرصه بقى وعندك رفاهيه انك تروح دوله تانية وعندك رفاهيه العلم بالسوق في دوله تانية وعندك رفاهيه دي خلاص يا عم احنا مش ضربينك على ايدك. طيب. انما ما عندكش وما فيش قدامك الا مصر وعايز تحقق ربح كبير اه هو المجال الصناعه بس خده بقى بعيبه. تمام. استحمله يعني لان هو هيديك ربح. انت مش بتستحمله عشان خاطر تفيد الصناعه المصريه. انت بتستحمله يعني برضه من الحاجات اللي بستغرب لها واحد يبقى داخل الصناعه عشان يطلع شايف ناس اصحاب مصانع بيكسبوا كويس جدا وعايشين عيشه عظيمه فعايز يبقى زيهم وبعدين يخش يلاقي الموضوع صعب يقول لك لا ده الموضوع صعب. مش هو انت لازم تحمل هذه الصعوبه عشان توصل لهذا الهدف اللي انت عايز توصل له. نعم يعني في صعوبه, في, صعوبة في ظل الوضع الحالي لكن الصعوبه دي مجرد ما نتخطاها الاجر بتاعها بعد كده كبير او نعم. العائد بتاعها بعد كده كبير. تمام. لكن بالمناسبه اصحاب المصانع عاده لا يبدو عليهم لو ما بغيروش عربياتهم ما بغيروش مساكنهم كده لا يبدو عليهم بشكل كبير يعني على تجربه فعلا. طيب ايه نصيحه حضرتك لصغار المصنعين؟ لا في الوضع الحالي في الوضع اللي احنا فيه حاليا. طيب هو حضرتك فيه ناس يعني هو خلاص ابوه مصنعه فهو كده كده مش ملوش مفر تاني. نعم. فده اكتر حد ممكن اقول له ايه نجتهد بقى ونشوف المداخل والمخارج والايه والتفاصيل بتاع الموضوع ممكن اوفر قرش من هنا واكسب قرش من هنا. وفي ناس ممكن يكون عنده مجال واثنين وثلاثه فيشوف الاكثر فائده بالنسبه له. يعني انا بروح لناس كتير اصحاب مصانع اقول له اقفل إيه المجال ده واشتغل في تجاره المجال ده وصنع ده بدل ده يعني في تبادل وتوفيق. طيب لما بتقول له لكن انا ما عنديش ولاء للصناعه يعني لازم الناس تفهم يعني الناس بتلاقي ان انا مكتب مصر التطوير الصناعي ان انا ايه رافع لواء التصنيع. لا لا مش كده. اذا كان هو التصنيع هيخسرك خلاص ما تعملوش. اذا كان هيكسبك وانت شايف هيكسبك ازاي وشايف النماذج قدامك والناس بتبيع ازاي وتكسب ازاي وعارف انك هتخش تلاقي مساحه في هذا المجال خش. فاحنا ولائنا للربح الايه الحلال مش شرط يكون ربح من الصناعه يعني. نعم. ما مدى تأثير انضمام مصر لمجموعة البريكس على الصناعة في مصر؟ ولا أي حاجة. هل ده يعود علينا بالإيجاب أم بالسلب؟ لا ولا أي حاجة. ولا مستقبليا؟ لا ولا أي حاجة. أنت عشان يبقى ليك قيمة في مجموعة زي دي لازم يكون حجم صادراتك تقريبا يساوي حجم وارداتك من الدولة اللي أنت هتتعامل معاها. بحيث لو أنت مثلا بتصدر له بعشرة مليار دولار وهو بيصدر لك بعشرة مليار دولار فأنت هتديله مثلا بمئة مليون جنيه وهو يرد لك المئة مليون جنيه فبات إيه مقايضة. انما لو السلعه بدل كان انا بعت له السلعه وهو بعت لي السلعه بتاعته وما فيش فلوس حصلت في مصر. انما لو انا بصدر له بمليار وهو بصدر لي ب 10 مليار دولار فانا دلوقتي بعت له 10 مليار جنيه لما جيت انا استورد منه بقى او انا العكس يعني هو باع لي فانا مثلا خدت منه مثلا 10 مليون يوان لما جيت انا اشتري منه ب 100 مليون يوان قمت رديت له 10 مليون يوان اللي هو كان بعتهم لي. طب 90 مليون يوان الباقيين هجيبهم له منين؟ وصلت؟ يعني انا كنت دلوقتي انا بصدر له للصين مثلا بمليار دولار وبستورد منه ب 10 مليار دولار قلنا هنوقف الدولار ونشتغل باليوان اليوان والجنيه يعني. نعم. فانا دلوقتي هو اشترى مني حاجات ب 10 مليار يوان فبعت لي ال 10 مليار يوان بقوا عندي في البنك المركزي كويس كده. لما جيت انا بقى اعمل النص الثاني من العمليه انا مش قادر فانا هاخد منه حاجات ب 100 مليار يوان انا عندي 10 في البنك المركزي. نعم. بعت له ال 10 مليار يوان
هو بعت لي حاجه 90 مليار وانا التانيين اجيبهم له منين؟ دولار. هديهم له بالدولار. فاذا انت ممكن تكون حليت مشكله جزئيه. نعم. ان ال10 قصاد الواحد بقوا 9 قصاد 0 ممكن دي تحصل، لكن ستيل هيظل عندك مشكله في 9 مليار. بس على الاقل يعني خطوه ممكن. الى حد ما انما هي بين دولتين حجم تعاملاتهم متقارب. اه منطقي. طيب ده مش بيفتح لنا سوق جديد، سوق جديد للمصنعين الصينيين؟ يعني انا كنت تناقش مع حضرتك قبل كده ان انا جالي مصنع صيني بيصنع قلب الحنفيه. صحيح. ودي الصناعه دي انا محتاجه، لان احنا عاملين دراسه للحنفيه كلها. نعم. ان شاء الله يعني نجتمع مع بعض ان شاء الله. والصناعه دي قال لي بالتحديد مفيش واحد في مصر بيصنعها الا لم يكن اصلا في الدول العربيه اطلاقا. انا مش قلت ان الراجل الصيني هيجي هنا لانه له عملاء هنا؟ نعم. هو ده نموذج اللي انا بحكي عنه. تمام. طيب له عميل هنا هو بيبعت له من الصين ما بقاش عارف يبعت له. طيب ده هيعود علينا ان انضمامنا لمجموعه البريكس هيعود على المصنع الصيني بالثقه ان خلاص هو بالنسبه له يوان الصيني. مش هو مش الكلام ده. يعني هو برضو المصنع في النهايه انتوا بتوع سياسه مع بعض ربنا يوفقكم، احنا بتوع صناعه بتوع عمل. انا بتكلم على البريكس من الناحيه الاقتصاديه على التصنيع. هو في النهايه هيسيبها زي ما انا حكيت لك كده. انا دلوقتي اقتصادي يعني صناعيا بيزنس وايز مش 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 فرق، ما فيش فرق كبير ظاهر قدام. انما كدول ممكن دول تتفاهم مع بعضها. يعني مثلا نكون احنا بنستورد قمح مثلا من روسيا بكميات كبيره. نعم. فبدل ما كنا ندفع بالدولار ندفع مثلا بالروبل مثلا اللي كان عملتهم ايه، فممكن على مستوى الدوله. لكن على مستوى مصنع صغير بتعامل في 10 15 مليون جنيه مثلا اللي هم يمثلوا مثلا 200-300 ألف دولار، مش هيحس بالفرق ده. طيب بحكم ان حضرتك متخصص في قطاع الصناعه وبشكل شبه يومي حضرتك بتعمل مقابلات في مصانع ومع مصانعين. لا شبه اسبوعي تقريبا. شبه اسبوعي وشبه يومي على لا يومي بقى على مع الناس والتواصل يعني كل ساعة. اكيد. اكيد لحضرتك نظره شامله عن تطوير الصناعه في مصر، وايه نظرتك او ايه راي حضرتك اللي موجه للمسؤولين عن الصناعه في مصر واللي بتتمثل في هيئه التنميه الصناعيه ويا الرؤساء المهندس محمد عبد الكريم، وبالمناسبه وشخصيه مستمع جيد جدا لكل الاراء وعامل طفره كبيره في الهيئه بشكل فعلا موجود على ارض الواقع. ايه نصيحه حضرتك للمسؤولين علشان نقدر نطور الصناعه وعلشان نقدر ان احنا نتلاشى الاخطاء اللي واقعين فيها دلوقتي المصنعين؟ التجربه بتاعت الوحدات الصناعيه الجاهزه تجربه عظيمه جدا، بدليل ان هي تقريبا كلها كومبليت دلوقتي. نعم. يعني لو رحت منطقه بنها الاستثماريه مثلا مش هتعرف تاجر فيها مصنع. ليه؟ لان كلها بقت متاجره. لو رحت منطقه متغمر الاستثماريه كلها متاجره. نعم. وحدات الجيش في 6 مليون تقريبا كلها متاجره. نعم. فدي تجربه عظيمه جدا. انا كمواطن يعني ايه مع احترامي للدوله انا عايزها تجهز لي المناخ، مش عايز من اكتر من كده. نعم. يعني انا عايز الاقي مصنع فيه كهرباء، فيه صرف، فيه ميه، ورقه جاهز. ورقه سليم. وده اللي مهندس محمد عبد الكريم كان لما نزل وده دور على فكره التنميه الصناعيه مش اكتر من كده. ما هو بس عايز اقول لما نزل التنميه الصناعيه دورها هو انشاء المناطق الصناعيه واعطاء التراخيص مش اكتر من كده، وتوفير المناخ المناسب للمصنع. لا دي مش التنميه الصناعيه، دي سياسه، دي بقى سياسه الصناعه. انما التنميه الصناعيه هي ممكن تعتبرها الجهة الخاصة بالتراخيص والخاصة بالمقاولات من خلال شركة من جواها. هي شركة مقاولات. انا اللي اقصده بالمناخ المناسب هو ألم كبير جدا بحكم طبيعة عملي انا في العقارات الصناعية. هو لو يديني مناخ التراخيص ألم. ايوه الألم بتاع الورق، وده اكبر حاجة بتواجه المصنع اللي مبتدئ بالذات، يعني اللي هو لسه في بداية الصناعة. فالمهندس محمد عبد الكريم قال لك انا اللي مدي الهنجر بتاع هنجر الجيش دي، وانا اللي بنيه، وانا اللي عامل كل حاجه. فالموظف ما يسالش، الموظف ما يسالش، بنيه مطابق للمواصفه اللي هو حاططها. نعم. فهو نعم. اللي حاطط المواصفه وهو اللي بني المصنع بناء على المواصفه بتاعته. دي كانت اول خطوه يا باشمهندس ان احنا نتغلب على مشاكل الدفاع المدني ومشاكل صحيح. البيئه وكل المشاكل اللي بتواجه المصنعين. لازم نقولها علشان يعني نقول اللي لنا واللي علينا. نعم. معظم الناس اللي بتشتكي من الاجراءات بيكون هو غير مطابق للاجراءات اصلا. دحية. بمعنى ايه؟ يجي واحد يقول لك انا عايز اعمل مصنع ومعطليني في الاجراءات. طبعا ضحيه اهو، هنعيط جنب. نعم. طب تعالى بقى حضرتك انت بتعيط ليه؟ مش عامل دفاع مدني اصلا. مش عايز يعمل موافي بيه مثلا. يقول لك ايه ده؟ عايزيني الظلمه، عايزين نامن على العمال. طب ما تامن، ما هو المفروض انك تامن على العمال. لا يقول لك لا، عايزين ندفع 10000 جنيه عشان نامن على العمال، وعايزين نجيب طفايات. يعني كانه هم كان احنا بنفرض عليه غتاته مثلا.
وهي لا مش كده، هي دي المشكله اللي كنت حضرتك بتتكلم فيها مع الاستاذ عبد الله، مشكله ان العامل المصري بيشغل دماغه وهل مصنع برضو بيشغل دماغه. صحيح صحيح. يعني احنا بنشوف ايه الباب الخلفي دايما، محدش بيشوف الباب الامامي وبيحس ان هو ده سبب ان هو يفتح الباب ويمشي في الاوبراتور. عشان تعمل مصنع محتاج تعمل 1 2 3 4 10. معظم اللي بيشتكي هو عايز 1 10 على طول، ويلا نشتغل. طب ومن 2 ل 9 ما سمعش عنه. طيب حضرتك في الفترة الأخيرة بحكم وجودي في السوق في هجمة، هي مش هنقول شرسة بس في هجمة ملحوظة للمصنعين السودانيين، الإخوة السودانيين في على المصانع في العشر مرات المشاكل في السودان وكده، وبالتحديد في المجال الصناعات الغذائية، مواد التعبئة في التعبئة والتغليف ومجال الصناعات الغذائية عموما يعني. طيب ايه اللي نقدر نستغله في الفترة دي علشان نوفر مناخ للمصنعين السودانيين، نجذبهم لينا، فهنوفر عمالة وهنوفر مصانع وهنوفر منتج يتصنع في مصر. لازم يكون لنا برضو اجراءات زي مؤشر للي جاي لي، انا جاي لي ناس من الصين فلازم اشوف ايه متطلباته. الصيني بيحب الامان، بيحب مكان معين. انا شايف ان هو ان هم مفيش فرق بين المصري والاجنبي في النقاط دي. انت وفر الوضع الطبيعي المطلوب لكل الناس. يعني انا عندي فندق مثلا، هل انا بسال يا ترى النزيل اللي جاي لي جاي منين فاعمل له؟ انا بعمل فندق يبقى مناسب ان طبيعي الفندق فيه بس اضاءه فيه تكييف على ارض الواقع بيسال يعني بتفرق. يعني انا قصدي اقول ايه، يعني مفيش اجراءات زياده انا ممكن اعملها. انا لو في اجراء مطلوب يتعمل للاخ السوداني هو اكيد مطلوب للاخ المصري برضه. نعم. فاعمله خلاص للناس كلها. طيب هل نظرتك للموضوع ده ان انت شايفه جاي بعائد ايجابي على الصناعه المصريه ولا مش بالضخامه المتوقعه؟ يعني ممكن السوريين. نعم. كان الاثر بتاعهم اكبر. نعم. انما السودانيين الاثر بتاعهم قد يكون اقل يعني. لانهم صناعيا اقل يعني. لو حتى كعدد الناس اللي جت اقل من السوريين. طيب هل لكن هو بالمناسبه هو مفيد لاي دوله بالمناسبه ان الناس تيجي ليه بقى؟ لان دي فلوس احنا ما اجتهدناش فيه. بمعنى ايه؟ اللي جاي ده ما هو جاي بفلوس. تمام. فلوس احنا ما اجتهدناش بيها. بس ده يقدر يقول انه مؤشر جيد ان كل الدول الشقيقه المجاوره لينا لما بيكون عندهم عائق بيتجهوا لمصر مباشره. مصر فيها القاعده الاكبر. نعم. هي مش افضل قاعده لكن هي القاعده الاكبر مقارنه بكل الدول اللي حواليها. طيب القاعده الصناعيه الاكبر يعني هي القاعده الاكبر زي ما قلنا، يعني هيلاقي مصادر خامات، هيلاقي اماكن جاهزه للتصنيع، هيلاقي عمال بتفهم في الصناعه، ادوات مساعده للصناعه. القاعده اكبر. عشان كده بالمناسبه معظم الاجانب لما بتنزل، مش عايز اقول الاجانب، الاخوه يعني العرب، تلاقيهم نازل على المناطق الصناعيه اصلا. نعم. لانه عارف ان هو رايح يصنع، فهيروح على العاشر، هيروح على اكتوبر، هيروح على العبور، مش هيروح. احنا في مصر انت بايه؟ انت بتجتهد في اي حته. نعم. في قريه، في مدينه صغيره، لكن هو بيقوم نازل على هو إيه؟ ميزه التصنيع في المدن المتخصصه موجوده، ان كل حاجه موجوده. صحيح. فيها حتى. صحيح. من فنيين التصنيع. صحيح. الماكينات. صحيح. صحيح. اللي عندنا المحلات اللي بتبيع قطع غيار وبراندات شهيره جدا زي. صحيح. في العاشر من رمضان عندنا هنا. طيب في سؤال انا مش عايز اطول على حضرتك، يعني بشكل اخير، نظريه قطع الارزاق في العماله، لان ده الم بيواجه اي مصنع حضرتك قبل قطع رزق واحد وعين واحد مكانه. فانت ما قطعتش رزق. هو اولا كلمه انك تقطع رزق دي اصلا هي يعني ايه؟ هي جريمه لو انت اعتبرتها، لو قلتها باصلا. انا عارف رأي حضرتك جيدا بس حبيت اوضحه. لكن انت بتعين واحد تاني، لان مفيش صاحب مصنع ما بيشتكيش من العماله. لا انا نظريتي في العماله هي نظريه الغربله. يعني ايه؟ انا عاوز 10 عين 15 وكل شهر ترد 2 وعيد 2 ترد 2 وعيد 3 ترد 3 وعيد 200 لحد ما يستقر ليك بعد مثلا على مدار سنه عينت 100 او 150 واحد وسبت الافضل. نعم. فبقى على اخر السنه عندي 10 عمال انا مغربلهم من 100 عام. طب هتقول لي الكلام ده مرهق جدا ويصرف كتير؟ ده من ضمن التزاماتك كحد مصنع. طيب في سؤال اخير هنختم بيه ان شاء الله. اللي حابب يخش مجال الصناعه لازم يكون معاه مبلغ كبير جدا علشان يندرج تحت بند المصنع؟ لا مش ولا ممكن يدخل بجزء صغير او مبلغ بسيط. مش كبير جدا، لكن في مصر دلوقتي من 3 ل 5 مليون وده مش كبير جدا. نعم. ويستحسن كمان يكون ده نص فلوس. نص فلوس. لان هو هيظهر لك مفاجآت بعد كده ما كانتش معمول حسابها حتى في الدراسه. نعم. يعني لو احنا قلنا في الدراسه المصنع يكلف من 3 ل 5 ممكن تلاقيه مكلف 6.
تمام. فلو انت كان معاك 5 بالجنيه يعني لا ممكن تنفسك تعصب. يعني لازم تسيب رصيد علشان يغطي لاي حاجه تيجي. اتوقع ان الدراسه احنا دايما نقول الدراسه 70% من الحاجه. نعم.